لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلب ضرر، وقائل لي ما تشتاق، قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده وأمرهم باتباعه كسائر الأنبياء والمرسلين. والإسلام هو عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيء، وأنه سبحانه لا شبيه ولا مثيل له، ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، أزلي أبدي لا يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يتصف بصفة من صفات خلقه. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. موجود بلا جهة ولا حيز ولا مكان، منزه عن القعود والجلوس والاستقرار والمحاذاة والمماسة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، رواه البغوي في تفسيره. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، أي من اعتقد أن الله له حجم أو كمية فهو كافر. وقال الإمام الشافعي: من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، نقله ابن المعلم القرشي. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، ذكره المحدث بدر الدين الزركشي نقلا عن صاحب الخصال من الحنابلة. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال بحدوث صفة لله أو شك أو توقف كفر. ويجب إفراده سبحانه بالخلق والإيجاد، واعتقاد أنه هو خالق كل شيء، وأنه قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، كل العالم وما فيه من إنس وجن وملائكة وحيوان وجمادات وجد بخلقه سبحانه وتعالى. ويجب الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالإسلام، وقد عصمهم الله من الكفر ومن كبائر الذنوب وصغائر الخسة كالنظرة المحرمة وسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها. وقد أيد الله أنبياءه بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم، ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، قيل إنها بلغت في حياته 3000 معجزة، وأكبرها القرآن الكريم، ومنها حنين الجذع إليه ونبع الماء من بين أصابعه ورد عين قتادة بعد أن قلعت، والإسراء والمعراج وانشقاق القمر لإشارته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.